يقول لي كيقولوا فرحات حشاد رمز تاريخ والتاريخ لا يمحى فهمني، وما نجم نقولوا كان نعتزوا بهذه كيما نقولوا الهرم هذا اللي عندنا فهمني بلا اتحاد ما نجموا حد شيء. هو نورمالمون مادام مع الطبقه الشغيله نورمالمون يكون ايجابي الدور نتاعو نورمالمون. الله اعلم مش قد يصير في الكواليس، هو هيك اللي هيك هو اللي معناه يجم يرجح الكفه نحو الايجابيات ولا نحو السلبيات. بما انه سي شكري بالعيد والحزب الوطد والوطد الامين العام تاع الاتحاد العام للشغل من الوطد، نعتبر انه تحريض من اليسار على الحكومه اللي قاعده صار. والله باهي يعطيه الصحه مش نرمال. والله الدور قاعد يتحسن من مره المره الجايه والحكومه ما قاعده تعملنا في شيء، وقتها الشعب مبلع وزيد كما يقولوا زيد الطين بلع، هكاش قاعدين عاملين لنا فهم كيفاش. ومن الاخر يلوموا على العباد كيفاش تحرق، ويلوموا على البطاله، ويلوموا على الاعتصامات، ويلوموا على فلان وفلتان. انت لوم على روحك، انت على الاقل اعترف بالخطا نتاعك. الاتحاد التونسي العام للشغل بالنسبه لي يعتبر من احسن نقابه في تونس بصراحه. وعلى فكره ثم برشا عباد تحب تنوه بالدور نتاعو اللي هو يحرق في سيليانا ولا في سيدي بوزيد ولا في قفصه ولا في القصرين. بالنسبه لي انا كان الاتحاد يبقى ديما الاتحاد. نجم نجاوب؟ نجم نجاوب؟ نعم نحبس اتحاد كو تحت خنافس. والله أنا بالنسبة لي متحفظة في ما يخص الاتحاد، ما نعرفش ما شفتش، أنا ما شفتش حتى دور إيجابي عملوا الاتحاد بون، لكن هذا ما يعنيش إني أنا ضده، ما عندي حتى تعليق. بالخراب في تونس وكله الاتحاد، الاقتصاد حبس نتاع تونس، معناها كان ثير أي نكسة أخرى كاو ساي بلاد دخلت في حيب. نخلوا الحكومة تخدم، مادام حكومة شرعية، حكومة أنا ضد النهضة راهم، أما حكومة شرعية كو أغلبية التوانسة اختاروها، كو معناها نخلوا الحكومة تخدم، الاقتصاد حابس وعباد معناها مش تخدم، بالعكس تو هي ما تدافع على الطبقة الشغيلة ولا فما عباد معناها تخدم، فما عباد تخدم في المرمى، معناها ما تلقاش كيفاش تمشي في الكيران. يا بشوي سمعني. ها؟ انا مثلا كي تسالني السؤال بفاسون اخرى حبيتك تقول لي دور الحكومه، على خاطر الاتحاد ديما يدافع على العمل. وامس مثلا كلام الوزير تاع البارح خسرنا 400 مليار، صار انت كي تزيد الشهري للزواليه تولي خساره. بالنسبه لي انا الاتحاد هو قلعه من قلعات النضال في تونس، وهذا على مر التاريخ اثبت ذلك، انه وقف في وجه الانظمه الاستبداديه. تبقى بعد الثورة صحيح ثم أخطاء ارتكبها البعض من قيادات الاتحاد، لكن هذا ما يمنعش أنه الاتحاد يبقى دوما هي الخيمة اللي يستظل بها كل مناضلي والحقوقيين في تونس. دور الاتحاد دور مهم وفاعل، هو اللي كان يأطر خروج المسيرات من قبل الثورة، وتوا قاعد يعمل في كونتربوا مع الحكومة، عندها مراقب وعندها وزن ينجم يراقبها. لا كان العباد جد تسمع في الاتحاد على الأقل حكومة شرعية راي لابس عليها تو في برشا حوايج. اكزامبل مثال كان سمعت فلاحين مثلا راهو ما وصلناش في نهار ثم العلوس 800,000. أوكين إيدي. إكسلون. سافا معناتها يعني أكثر كيفاه معناتها يعني إيش بيك أنت إيش كيف السر فكر صدمتني معناتها دور الاتحاد. والله نجم نشوفوا اللي هو خرج على دوره العادي خاطر نورمالمون هو نقابة، مي توا ولينا نراوه معناها يلعب دور سياسي أكثر من اللي هو نقابي.